فأنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ما أحوج يعقوب لمثل هذا الوعد. كان قد ترك بيت أبيه هاربا من وجه أخيه، وتصور أنه وحيد في ذلك المكان الموحش. لذلك أراد الله أن يكشف له ما هو مزخر له في قلب إلهه من محبة وعطف ورعاية. وها أنا معك، من يستطيع أن يدرك طول أو عرض أو عمق هذا الوعد الثمين؟ لو كان الله أعطى يعقوب عطايا لكان هذا فضلا كبيرا منه، ولكن تلك العطايا لا تقاس بهذا الوعد الثمين. وها أنا معك. وكأن الرب يقول ليعقوب: غدا يا يعقوب سترفع عينيك إلى الغرب فتقول: لقد تركت أبي وحرمت من حضن أمي، فتغرق عينك بالدموع، ولكن ها أنا معك. وستنظر إلى الشرق وتذكر أنك ذاهب إلى بيت خالك لابان الذي لا تعرف عنه شيئا سوى ما سمعت من بخله وقسوته، ولست تعلم ما سيقابلك هناك فتخاف مما هو آت عليك، ولكن ها أنا معك. إن كنت قد تركت بيت أبيك فها أنا معك. إن كنت قد حرمت من عطف أمك فها أنا معك. إن كنت قد انفصلت عن أصدقائك فها أنا معك. إن كنت سائرا في طريق موحش فها أنا معك، وفي بيت خالك فها أنا معك. أحبائي، يجب أن نثق أن الرب قريب من كل واحد فينا، نصرخ إليه فيسمعنا. أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، يشعر بكل ما نشعر به في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته هو خلصهم. إنه يشعر بحزنك وبمرارة نفسك وسيحول قريبا نوحك إلى رقص. واسمع كلماته لك: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك.